تليفون بالاستاذ شادي زلطه المتحدث باسم وزاره التربيه والتعليم. استاذ شادي مساء الخير يا فندم. مساء النور استاذ عزه، تحياتي لحضرتك استاذ مساء. اهلا بحضرتك، اهلا بك. مهم نعرف ايه الاليات وايه اللي حصل. الحقيقه استاذ عزه يعني في عدد من الرسائل الهامه محتاجين ان احنا ناكد عليها في البدايه، وهي ان طبعا قضيه التعليم هي قضيه امن قومي وبتمثل يعني يمكن على اهم راس اولويات الدوله المصريه. كمان تطوير المنظومه التعليميه زي ما حضرتك عارفه بيحظى باهتمام بالغ جدا من القياده السياسيه، والحقيقه ان تطوير المنظومه التعليميه شهد خطوات كثيره ومكثفه خلال الفتره اللي فاتت على مختلف الانحاء، سواء فيما يتعلق بالمناهج الدراسيه، سواء فيما يتعلق باستكمال بناء مدارس جديده، سواء فيما يتعلق بتطوير الاداء المعلمين الحاليين الموجودين داخل المنظومه، ولكن في اطار الاستكمال ايضا كان لابد من وجود اليه واضحه وشفافه وفعاله لانتقاء افضل العناصر اللي تدخل داخل المنظومه التعليميه تضيف لها الجديد وتضيف بمهاراتها وقدراتها المزيد من التطوير للمنظومه التعليميه وفقا للاهداف المنشوده اللي يعني بتنشدها الدوله المصريه داخل المنظومه. نعم. طبعا يعني مسابقه ال 30,000 معلم هي طبعا المبادره الرئاسيه لاختيار او لتعيين 150,000 معلم على مدار 5 سنوات موزعه بمعدل 30,000 مقسمة على عدد من المراحل، كل سنة 30,000 معلم. طبعا يعني امبارح تحديدا الدكتور رضا حجازي حضر لقاء السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي داخل الأكاديمية العسكرية لكشف الهيئة الخاصة بالمعلمين الجدد اللي اجتازوا الاختبارات من مسابقة 30,000 معلم. والحقيقه ان يمكن دي تعتبر الخطوه الاخيره من عدد من الخطوات اللي مروا بيها المتسابقين خلال الفتره الماضيه. كان بدايتها طبعا دخول الاختبارات الالكترونيه اللي عقدها جهاز التنظيم والاداره. يعني طبعا كانت 5 مكونات. يعني خليني اقول لحضرتك ان حتى الاختبارات دي تمت بشكل مهني تماما وبشكل الكتروني دون اي تدخل للعنصر البشري. يعني ال 28,000 اللي نجحوا استاذ شادي نجحوا من غير واسطه؟ بالتاكيد طبعا استاذ عزه، يعني هو الاختبارات كلها او كل الخطوات اللي تمت منذ بدايه تقديمهم وحتى وصولهم للمرحله الاخيره اللي شاهدناها امس واللي بتتم خلال الايام المقبله ان شاء الله، هي تمت دون اي تدخل للعنصر البشري خالص. يعني خليني اقول لحضرتك يمكن بالترتيب، انت حضرتك عارفه طبعا ان اللي تقدم لمسابقه ال 30,000 اللي فاتت اللي هي اللي تمت الاختبارات فيها كان 140,000 متقدم. ايوه. ودخل الامتحان منهم 95,000، اجتاز منهم الاختبار بالجهاز المركزي للتنظيم والاداره 28,000. ايوه. طبعا يعني المعنى ان 28,000 يجتازوا هو معناها ان الاختبارات كانت منتقاة للغاية وبتستهدف ان يكون المعلم اللي بي بي مؤهل يعني بيعدي الاختبارات دي يكون مؤهل جدا ان هو يستكمل باقي الخطوات وان هو يدخل المنظومة التعليمية ويضيف ليها بشكل كبير. ايوه. طبعا يعني احنا بعد الاختبارات ما تمت كان في عدد من الاجراءات الاخرى، وهو انقسمت لجزئين، جزء متعلق ببرنامج تاهيل تربوي كان مدته 4 ايام. يعني تم من خلال حقيبه تاهيل تربوي عملتها وزاره التربيه والتعليم. ايوه. لكافه المعلمين. وبعد الانتهاء منها تم عقد ايضا تدريب لياقه بدنيه وذهنيه لمده 3 ايام. ده مهم. في مختلف مراكز التدريب على مستوى الجمهوريه. والحقيقه ان يعني انا شايفه انه اللي بيحصل والتاهيل ده يحسس المعلم بقد ايه قيمته وقد ايه قدره. يعني ده اضافه ليه على فكره، مش حاجه بالنسبه له انه ياخد التدريبات اللي حضرتك بتقول عليها دي. ده مش عفوا مش ناقص عنده، لكن ده من كتر الاهميه، من كتر ما هو قيمه
فاحنا عايزينه يبقى القيمة دي موجودة في حاجات كتيرة جدا. والحقيقة أستاذة عزة، إحنا نستهدف إن المعلمين الجدد اللي بينضموا حديثا لمنظومة التعليم يمثلوا نموذج يحتذى به لباقي المعلمين ولباقي التعيينات في مختلف الأجهزة الإدارية للدولة. يعني الحقيقة إن حتى التدريب أو البرنامج الخاص بالتدريب اللياقة البدنية والذهنية كان محل تساؤل كتير، والحقيقة إن يعني حتى الدكتور رضا حجازي أوضح في عدد من التعليقات والمرات إن الهدف منه تدريب المعلمين على تحمل الأعباء الجسدية أثناء العرض والشرح ومواصلة التفاعل المستمر مع الطلاب، وأيضا كمان